قناة وصفحة. بكل سرور تقدم لكم هذا الشرح. مساء الخير لكل المحبين والمحبات في كل مكان، اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما. النهارده معانا مع محاضره جديده لبرنامج اميزنج سلو داونر، ويعني هنقول كده معلومه اولا، هي دي المحاضره رقم 18 في الكورس بتاعنا بتاع شمس المعارف للتوزيع الموسيقي الهادف. اتكلمنا فيه عن 5 محاضرات للانكور خلصناها، واتكلمنا فيه عن 5 محاضرات للسبيليس ولسه ناقص 3 يبقوا كده 10، واتكلمنا عن محاضرتين للايقاعات، واحده 77 ايقاع والتانيه 250 ايقاع يبقوا كده 12. اتكلمنا فيه عن النوتة الموسيقية برايل، واتكلمنا فيه عن طباعة النوتة الموسيقية برايل برنامج بي ام اي 2، واتكلمنا عن تحويل الميدي لام بي 3 برنامج فري ميدي تو ام بي 3 يبقوا كده 15 محاضرة. واتكلمنا عن البيرشوال بيانو وكيفية عزفه داخل السونار بالبيرشوال ميدي كيبورد، واتكلمنا عن كيفية صناعة الايقاعات جوه السونار، يبقى كده 17 محاضرة، ودي رقم 18. انا ليه بقول كده؟ عشان لو حد وقع منه محاضرات يرجع لها عشان يبقى جاهزين لكورس السونار باذن الله. تمام كده، دي المحاضره رقم 18. كده يبقى ناقص 3 سبيريس وناقص محاضره للنوتة الموسيقيه برايل لعلامات علامات يعني ما قلناهاش المره اللي فاتت هنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضره. يبقى احنا كده عندنا 4 محاضرات قبل السونار باذن الله، هنخلصهم على الشهر ده بقدر الامكان او اول كام يوم من نوفمبر. اولا انا بعتذر جدا، معلش انا تعبان شويه، برضو تعب لان الجو مش مستقر خالص، يعني مطر والجو فعلا صعب قوي 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 يعني، فبحاول اتاقلم بقدر الامكان، فمعلش الصوت هيبقى مش مظبط قوي، والتركيز برضو احيانا بقول حاجات يعني ببقى مش مركز فيها، بس والله بحاول بقدر الامكان. انا مش عادي يعني، ممكن ما اعملش شروحات دلوقتي بس الموضوع هيطول في السونار، عشان كده معلش استحملوني بقى، وانا هحاول بقدر الامكان ابقى بركز في الشرح يعني. تمام. الحاجة بعد كده كمان عايز اقولها، في كده ملحوظة، اولا رسالة للدراكولات، الناس اللي بتقولك انا اعرف المعلومة دي مش عارف من سنة 70 واعرفها من سنة 50، اي معلومة احنا بنقولها دلوقتي او انا بقولها بدأت ان هي تتاخد، والدراكولات بدأوا ان هم يقولك لا دي بتاعتي انا وانا اعملها مش عارف من سنة كم. طيب انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه بسيطه قوي. طب لو انت تعرف المعلومه دي، اي معلومه انا بقولها، وليكن اميديك سلو داونر ولا فيرتشوال بيانو، لو انت تعرفها من سنه 70 او 80 ما قلتهاش للمكوفين ليه؟ ما نشرتهاش ليه؟ ليه؟ حاجه من الاثنين، يا انت كذاب وما تعرفهاش اصلا ولما اتنشرت نسبتها لنفسك، او انت صادق فعلا وان انت تعرفها من سنه 80 وتعرف المعلومه ومش عايز تنشرها عشان تحتكر المعلومه لنفسك، ويا ده يا ده. يعني انت كده انت كده بتعك الدنيا، مش حاجه كويسه ان انت تقول انا عارف المعلومه دي من سنه كذا، انت كده بتعك الدنيا يعني، انت يا كذاب يا اما غبي مش عايز دي حاجه لحد، بس فمش هعلق اكتر من كده يعني. حاجه تانية بالنسبه للقنوات، انا ادمن في جروب دكتور احمد عبد الظاهر، وادمن في جروب بلايند اند موتنتك، وادمن في جروب عرب بلايند ميديشن على الواتساب، ماشي كده. بس انا ما حدش يعني مبدئيا انا يعني ما يعني انا ما حدش يعرف قصه ان انا ادمن ومش ادمن دي، بس انا عايز اقوله يعني في النهايه انه حاجة معينة، انا يعني في اي قرارات اتاخد من اي جروب او من اي حاجة انا بره اللعبة دي، تمام؟ مش معنى ان انا ادمن معناها ان انا ببقى يعني ان انا كل حاجة ببقى قراراتي او قرارات شخصية، لا خالص يعني، من حكم ليس في ماله فقد ظلم. يعني انا لو شفت جروب مثلا حد كاتب حاجة خارجة او كده، برجع لصاحب الجروب اقول له فلاني فلاني ده عمل كده، انا لا بمسح بوستات ولا ليا قرار في اي حاجة، الموضوع واضح عشان انا بره قصة المشاكل دي والحوارات دي. حاجه كمان، بلايند اند موتنتك برضو قرار مش يعني انا بره قصه القرار ده، ولكن هم عايزين يعملوا اعلانات الفتره الجايه عشان هيعملوا يعني عايزين يعملوا بقى حاجات اوسع من كده، على سبيل المثال عايزين يعملوا مفاجاه موقع سيرفر. معلش انا بقى يعني المقدمه قد تكاد تكون طويله شويه بس عشان تبقى معانا في الصوره، هم عايزين يعملوا موقع يبقى فيه سيرفر خاص بينا ويرفعوا عليه كل الحاجات دي، ماشي كده، موقع خاص بالموسيقيين وبتاع ومحاضرات موسيقيه، ويبقى الموضوع انطلاقه كبيره يعني، هم حابين يعملوا كده، ففكروا بقصه الاعلانات بتاعه اليوتيوب والكلام ده كله عشان يبقى الموضوع بيكمل بعضه، وقصه القناه هنا للموقع الحاجات دي بتبقى شويه مكلفه. عموما انا بره الحوار ده مبدئيا، انا بره الحوار ده ماليش اي احتكاك بيه. بلايند اند موتن تك دي القناه الوحيده اللي رضيت ترفع لي الفيديوهات واهتمت بيا واهتمت باللي انا عايز اعمله واهتمت بالقضيه بتاعتي، ان انا يعني عايز انشر الحاجات دي لاوسع نطاق بدون اي مقابل، فده بالنسبه لنا تمام. فان شاء الله احنا ندعي لي. انا ما عنديش مشكله في ان هم يعملوا جروب ولا يعملوا ويب سايت او لا، ما عنديش مشكله، بس انا زي ما قلت لكم انا بره الحوارات دي كلها، انا اللي اعرف اعمله ان انا اشرح وبس واجاوب على حضراتكم بس، حوارات الادمن ومش ادمن والقرارات دي لا انا براها، ما حدش هتبني على الحاجات دي خالص. طيب النقطه اللي بعد كده،
في مسابقة معمولة من بلاين اوتوموتيف تيك برضو مش مني، للناس اللي هي يعني حابة بقى التحفيز والتدوير والناس الخبرة. البرنامج بتاعنا النهاردة هنبدأ بقى كلامنا عنه. البرنامج اللي معانا دي نسخة ديمو، نسخة ايه؟ ديمو مش نسخة اوريجينال، تمام كده؟ طيب حد يقولي طب ليها كراك؟ هقول لك لا ملهاش كراك. حد يقولي طب انت مديهالنا ليه؟ انت تقدر تستخدمها بدون كراك. هقول لك قبل الشرح، هقول لك قبل اي حاجه ايه الفرق بين النسخه المكركه والنسخه اللي معانا دي، ملهاش كراك. طيب ايه المسابقه بقى؟ المسابقه بتاعتنا اسمها ابحث مع الشرطه. دي المسابقه اللي اتعملت من بلايند ادموتن تك، ان حضرتك لو جبت كراك للبرنامج ده هتاخد اوكيجن، هتاخد كارت ايتونز او كارت من يعني على الاب ستور او البلاي ستور، سواء اندرويد او ايفون، هتاخد كارت قيمته $10، تمام كده؟ ده اول واحد هيعمل كومنت في البوست اللي احنا هنعمله بكراك البرنامج او الكيجن هياخد الكارت ده ايتونز او بلاي ستور حسب حسب الاحتياج يعني، تمام؟ والموضوع هيبقى متوثق يعني، هيتبعت له ميل على الخاص فيه رقم الكارت وصوره منه كمان او الكارت نفسه هيتوصل له كده عشان الموضوع يبقى تمام جدا. وفي مسابقه تانية ان شاء الله لو المسابقه دي نجحت، في مسابقه تانية هتبقى في كورس السونار باذن الله، هتبقى مسابقه اكبر باذن الله، تمام كده؟ طيب اللي بعد كده بقى نيجي للنقطة اللي بعد كده. طيب ايه اللي في الكراك او ايه النسخة الكاملة يفرق عن النسخة اللي معانا حاليا، النسخة المجانية ديمو؟ اولا هو بيسمح لك ب3 دقايق بس من المقطع، بيسمح لك ب3 دقايق بس من المقطع، هي دي الحاجة الوحيدة. في حاجة تانية بس مش هتفرق معاك قوي في السيديهات، لو انت معاك سيديهات اوريجينال هشغل لك اول تراكين منها بس. طبعا احنا يعني قليلين هم اللي يكون عندهم سيديهات اوريجينال، فهي الحاجة اللي ممكن تضايقنا هي قصة ال3 دقايق دي. فان شاء الله نلاقي كراك عشان يدينا اوسع من 3 تراكات او اكتر من 3 تراكات، اكتر من 3 دقايق اسف، معلش زي ما قلت لكم التركيز عندي استحملوني. طيب نفتح دلوقتي البرنامج، انت هتسطبه عادي، هتلاقي البرنامج عندك هتسطبه، نكتب في نكتب وبعد كده لما يخلص هيقول لك كلوز، تمام؟ نبدا بقى كده نشوف على الديسك توب او انا فاتحه اصلا. طيب هعمل اوبن، اول حاجه اعملها اوبن كنترول او اوبن بابلو Explore library context menu app clear shape leaving space 2 1 menu system leaving stores new folder left shell hold items in. دلوقتي انا هعمل معاك ايه؟ هعمل معاك تجربتين، تجربه على لوب ايقاع وتجربه على مقطع معزوف، وبعد كده هقول لك على كل اللي تقدر تعمله في الحاجتين دول، وبعد كده هنشوف القوايم، وبعد كده هوريك ملف تعدل عليه قيم عشان تظبط الايكولايزر، هوريك كل الكلام ده ان شاء الله النهارده. لو اتبقى وقت كمان، لو اتبقى وقت هشرح لك لانه في منه للايفون اسمه اميزنج ثرو داونر للايفون، هشرحه لك لو اتبقى وقت النهارده حسب الوقت بتاعنا. بالنسبه للبرنامج بتاع الايفون برده في نسخه مجانيه ونسخه مدفوعه، نفس القصه برده في موضوع الوقت. المدفوعه ثمنها $15 والمجانيه مجانيه للايفون. احنا هنشرح طبعا المجانيه لان انا مش هشتري النسخه البرو ابدا يعني، فانا هشرح لك منها المجانيه. انت عايزها بقى تشتريها، شريها ب$15. في بتاعه الكمبيوتر او الويندوز نظامها بثمنها $50، تمنها $50 النسخة لو انت عايز تشتريها يعني، لكن دي النسخة المجانية وان شاء الله نلاقي لها كراك. في كمان فيها للماك برضه، في للماك، للماك ب$50 برضه، بس معرفش بقى له كراك ولا لا ولا ايه قصته. طيب هنا نكمل. انا عايز ايقاع مثلا مثلا ده مثلا ده ما يجي بقى صوت كده واحد، تعالى ندوس مسار. تمام خلص كده. طيب ده ايقاع، انا هعلي الصب شويه، تمام كده. ايه اللي اقدر اعمله في الايقاع ده؟ ايه اللي اقدر اعمله في الايقاع ده؟ طيب هعمل معاك حاجه غريبه شويه، هعمل معاك سيف. طب بتقولي طب واحنا الحين هنعمل حاجه عشان نعمل سيف؟ هقول لك يعني عشان يبقى خلصنا الاوبن وسيف مع بعض. السيف بكنترول واس، تعالى كده نضغط عليها. سيف صعب اللي فايل دايلوج اوكي بتن، هنا قال لك ايه؟ اوكي كمل. كانسل بتن، كانسل بتن، هل اي بروسس مونو ريجو بتن تشيك 1. قال لك بروسيسنج مونو، قال لك انت عايزني اعمل لك البروسيسنج التعديل اللي احنا لسه هنعمله، عايزه يبقى مونو ولا اي بروسس ستيريو ريجو بتن تشيك ستيريو؟ الكلام ده بعد ما تخلص يعني، انا بسبق لك الخطوات عشان بس حاجه معينه. I'm unprocessed radio button check. Free unprocessed radio button check. ولا unprocessed ولا عايزني اسيب لك بدون ما بدون التعديلات اللي انت عملتها. انت تختار انت عايز تسيب ايه يعني، دلوقتي عملت التطبيقات بتاعتك عايز تسيب بيها ولا بدونها، بتختار unprocessing ولا processing عادي، وبعد كده تمشي تاب. Setting repetition called edit 1. Repetition عايز تكرر الحاجه دي كم مره. ده لوب قدامي اهو، لوب يعني حاجه واحده وبتخلص. زمن زمنين يعني مدوره مدورتين، هنا اكتب اللي انا عايزه، بشرط ما تزيدش عن 3 دقايق زي ما اتفقنا. النسخه المجانيه بتديك 3 دقايق بس،
بيكتب هنا ريبيتيشن عايزه يتعاد كام مره، وبعد كده اوكي بتن اوكي. بعد كده هيجيب لك سيب اد عاديه سيف على خالص الويب اهي، سيف اس اي كول كات سيب اد عاديه خالص. حلو كده. يعني لو عايز تسيب بكذا لوب في الحفظ بتجيبها من كنترول واس عادي، هيطلع لك رساله قبل قائمه سيف اد العاديه خالص، بتختار منها عايز يبقى فيه بروسنج او لا، وتختار منها الكم ريبيتيشن كم مره يتعاد. تمام كده. طيب هو انا ممكن بس يعني اخليه يتكرر كده مره بس في الحفظ، بدل ما يبقى 10 ثواني يبقى دقيقه او دقيقتين بس؟ لا طبعا، ده برنامج فيه حاجات كبيره جدا. طيب ايه تاني موجود عندك بقى؟ ايه حرف ال ال، بس ال ال ده بقى بيعمل لك بيخلص يتعاد بس بلاي باك، خلي بالك مش حفظ، بلاي باك يعني 10 ثواني يخلصوا ويتعادوا، يخلصوا ويتعادوا، لكن في الحفظ بيكبرهم لك. ده الفرق، ما تتلخبطش بينهم. يعني اللوبس اللي في البلاي باك بحرف ال غير بتاعت السيف از، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. بتاعت ال دي في البلاي باك بس بيعرض لك خلاص، يعني يخلص المؤشر يرجع له تاني، خلاص المؤشر يرجع له تاني. لكن بتاعت السيف از دي فعلا بيكبيروا كوبي وبيست كذا مره. طب انا هدوس على حرف ال، تعالى كده اسمع، حتى هيبقى في مشكله دلوقتي انا ملاحظها. كده عمال يخلص يتعاد. تمام. طيب ايه اللي اقدر اعمله بقى في الايقاع ده؟ اقدر اعمل فيه كده حاجه. اول حاجه تركز معايا، سواء في الايقاع او في مقطع صوتي او في اغنيه او صوت بشري، اي حاجه يعني، اي حاجه احنا فتحنا ده بكنترول او عادي جاب لي ويف والكلام ده، يعني ممكن يبقى لوب، ممكن يبقى صوت، ممكن يبقى اغنيه، اي حاجه، فكان ده عام يعني. هروح للكيباد، هروح للايه، للكيباد. اهم ميزه في البرنامج ان هو بيبطئ ويسرع بدون ما يبوظ لك البيتش، وبيتخن ويرفع في البيتش بدون ما يأثر لك على التايم. يعني الاثنين دول ليهم علاقه ببعض، الاثنين دول ليهم علاقه ببعض، ماشي. بتزود البيتش تلاقي التايم احيانا بقى زاد، تزود التايم تلاقي البيتش زاد، تقلل التايم تلاقي البيتش قل. فدي مشكله في برامج زي سونار والساوند ووتش والكلام ده. فالبرنامج هنا بيحاول يعمل لك كل حاجه لوحدها، عشان كده بيطلع لك نسبه احترافيه. طيب اول حاجه هجربها ايه؟ التبصيح. انا عندي 9 اختصارات لازم نحفظهم، الكيبات رقم 9 و8 و7 والكيبات مفتوحه اهي. عندي 9 و7 و8، تعالى شوف كده بيعملوا ايه. ادي 9 اهو، اضغط عليها. تسعة اهي، دي رقم 9، دوس 9 تاني يعني هيلغي اللي متعمل اهو. اهو كده ده طبيعي اهو، رقم 9، رقم 9 تمام. رقم 8 اللي بعده، اسرع سنة. رقم 7، رقم 7 تاني يرجع للطبيعي، ده الطبيعي تمام. يعني رقم ادوس عليه مره او اي اختصار ادوس عليه مره هيطبق لي، مره تانية هيلغي الاتحمل او يعني هيلغي تاثيره. ماشي، دي قاعده عامه عشان مش لازم اكررها كل اختصار. طيب هدوس بقى مع الكنترول، ادي كنترول و9 نفس الثمان، 9 و8 و7 نفس الارقام، نفس الثلاث ارقام دول اللي جنب بعض. هضغط كنترول 9، ابطا حاجه دي ابطا من كده هنشوفها. جودة عالية جدا، كنترول و8 كنترول و7 تمام. طيب كنترول كنترول الت و9 سمع سريع. طيب و8 الت كنترول الت كنترول 8 الت كنترول 7 الت كنترول 4 بقى، ده اختصار كده تمام. تمام بقى سريع داي. انا مش عايز اسيبه لان لو سبته هيطلع لي ايرور، كارت الصوت عندي مش بيستحمل. ما تحاولش تسرعه قوي قوي عشان كارت الصوت عندك لو داي عندي ضعيف مش هيستحمل. هرجعه تاني زي ما كان احسن يهيس. تمام كده خلاص، يعني عرفت 9 الت سوري سوري كنترول 9 و8 و7 بيبطأ، يعني 25 33 50، 9 و8 و7 بيبدأ بقى مش عارف 70 75% 100%. هنشوف دلوقتي، هنشوف بيجابوا منين بالظبط، من جوه القوايم. والت كنترول بيسرع بقى، الت كنترول مع 9 و8 و7 ومعاهم رقم 4 ده ايه كده، يعني اكسبشن ده زيادة يعني. طيب ايه تاني اقدر اعمله في الايقاع؟ اقدر العب في البيتش
بعلامة ايه؟ او قبل ما نبدأ في البتشات. طب انا عايز اطرع، يعني ده بيحولني على من 25 ل 50 بتاع، انا عايز العب بقى بايه؟ بايدي. عندك الزائد والناقص، هدوس كده ناقص وانا مشغل، ادي ناقص اهو، مثبت ايدي عليها، مثبت ايدي اهو، عمال بواحدة واحدة كده بقى ابطأ حاجة، ناقص كده، هدوس على علامة الزائد العكس، زائد وهثبت ايدي عليها، ادي زائد اهي، ومثبت ايدي عليها، هيبدأ يجري واحدة واحدة. لو انا عايز اسيبه كده، سبت الزائد، زائد تاني، عمال تمام، يعني ناقص وزائد بيحركك عليهم. طب لو الاختيارات دي ما اشتغلتش معاك، دوس شيفت ودي. شيفت ودي بتعمل ايه؟ شيفت ودي بترجعك بين الوضع الطبيعي للملف واللي انت عامله، التأثير اللي انت عامله. يعني بالبلدي كده بتعمل لك زي الباي باث كده في البرامج، يعني مثلا بتوريك التأثير اللي انت عملته والتأثير الطبيعي. دي شيفت ودي اهي، ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاعه خالص. شيفت ودي تاني، ده المقاطع اللي انا عملته. شيفت ودي الطبيعي، قيس على كده كل حاجة، أي افكت تعمله، أي حاجة اعملها، شيفت ودي بيرجعك للوضع الطبيعي خالص، الملف كما كان، وشيفت دي بيرجعك تاني للي انت كنت عامله له اهو. ده اللي انا كنت عامله له اهو، بسرعه، ده الطبيعي بتاعه. شيفت دي تمام. ما شايف ناس ممكن تقول لك انا عمال العب في الزراير ومفيش تاثير، لان انت حاطه في الوضع الافتراضي. اضغط على شيفت ودي، شيفت ودي اللي هي ده، هي كلمه ديفولت يعني، سيت از ديفولت يعني، ماشي. طيب هنا عايز العب في البيتش، عندك بقى علامه العلا وعلامه الايه، الضرب في اللي هي يعني كليك يمين وكليك شمال بتاعت الجوس، او يعني اللي هي علامه العلا والناقص اللي هي فوق ال 8 و 9 و 7 في الكيبورد برضو اهو. طيب اهو كده، نبطئه، نسرعه سنة عشان الأمر واضح. بريت هتضرب، بص رفع كده، بلعب في البيتش بتاعه بعلامة الضرب وعلامة القسمة. تمام، أربع حاجة هتخن، كده عمال اتخن، حلو كده. طيب ايه كمان عندك؟ حرف البي، البي تقيلة بتاعت البيتش، تعالى كده نقطة ايه، رجعك للطبيعي. راح مرجع لك المؤثر بتاع البيتش بس، يعني البي تقيلة يعني احنا قلنا شفت ودي بتشيل لك اي افكت في الصوت، وشفت ودي بيرجعك تاني. بي تقيلة بقى لوحدها بتعمل لك، بتشيل لك المؤثر بتاع البيتش بس، وبي تقيلة تاني بترجع لك المؤثر بتاع البيتش. فدايما اتفقنا اي زرار تضغط عليه بيبقى تاجل، يعني مره بيشغل ومره بيقفل اللي هو بيعمله. ادي بي تقيلة اهي كده، البيتش اهو اللي انا لعبت فيه، بي تقيلة تاني رجع تاني زي ما كان، حلو كده. طيب ايه تاني؟ التي، التي ده بيحرك لك السرعه. التايم بيخليه، السبيد تايم بيخليه تاجل اون واوف اهو، ريتي اهو كده، تي تاني اهو، بطئه عشان يبقى باين التأثير، ادي تي رجع زي ما كان، دي تاني رجع زي ما كان. فتاجل، تاجل يعني ضرار، مره بيعملك التأثير ومره بيشيله، يعني بي تقيله بيشغلك البيتش مره ومره بيشيل لك البيتش. تي بتاع التايم مره بيشغل لك سرعه ومره بيشيل لك سرعه، نفس الضرار. طيب ايه تاني برضو اقدر اقوله في الايقاعات قبل ما نقفل؟ عندك حرف الاس بيعمل لك ستيريو ومونو اهو، ادي اس، ستيريو مونو، ستيريو مونو، ماشي، يعني عشان عادة كده كان في تراك فيه سماعتين. ايه تاني برضو؟ لان احنا لسه هنعمل تجربة على مقطع صوتي. طيب اوكي. طيب لو انا دلوقتي بقى يعني عايز اختصارات سريعة توديني يعني تحركني بالسرعات او التايب بتاع سرعات، عندك شيفت و ايه، شيفت حرف ايه، ايه او شيفت و ايه، تعالى كده ادي شيفت و ايه، اهو شيفت و ايه، شيفت ايه تاني، هم اربعة، شيفت ايه، شيفت ايه، تمام، اربعة تقريبا، اربعة انواع بشيفت و ايه بتحرك بيهم بالسرعات. طيب كده خلصنا كلامنا عن الايقاع.
دلوقتي انا لو معايا لوبس عايز ابطئه، عرفت منين؟ عايز اسرعه، عرفت منين؟ بال 8 9 و8 و7 وزائد وناقص، عايز الغي تاثير السرعه بالتي مره اون ومره اوف. طيب البيتش عندي حرف البي تقيله، وعندي او البي، وعندي تحس ان حد بيتفع عليك كده بي، تحس انه، وعندك الستار والسلاش دول بيرفعوا بالتدريج البيتش بتاعت الصوت. حلو كده، ده بما يتعلق باللوبس. وعرفنا حرف ايه اللي بيعمل لوبس يخلص يتعاد، وعرفنا لو انا عايز اكرر اللوب ده اللي معايا عايز اكرره 100 مره بدون ما اخده كوبي بيست، عرفت بعمله منين وانا بسيف. ماشي كده، وانا بسيف لازم اختار طبعا بروسيسنج، لان لو عملت ان بروسيسنج هشيل المؤثرات اللي انا عاملها اثناء التسييف. طيب كده بقى هروح افتح مقطع تاني غير ده. وبالمناسبه كمان قبل ما نروح برده المقطع تاني، سهم فوق وسهم تحت بيعلي ويوطي. اهو سهم تحت ده على كله، او سهم تحت بيوطي داير والامب، سهم فوق بيعلي، سهم يمين وسهم شمال بيجري داير والامب، يعني داير والامب بالظبط، سهم يمين وسهم شمال بيقدم ويأخر. يعني هعمل ايه لو اوبن؟ هروح افتح لك مقطع تاني يبقى باين فيه بقى بقية الاختصارات. File name colon copy item zoom shell folder shell folder with opacity uncosm uncosm dot mp3 طيب أول سؤال، هل المقطع ده يندرج عليه السرعة ويندرج عليه البيتش؟ تعالى كده جرب. عمال ابطئ اسرع. طيب هلعب في البيتش. حلو كده، طيب الاسهم برضو، يعني كل الاختيارات اللي فاتت دي بتاعت اللوبس برضو معاك في اي حاجه، انا بس يعني بوريك الفكره اهو. طيب في هنا بقى اختيار حلو قوي اسمه حرف الاتش. حرف الاتش ده بيعمل لي ايه؟ تعالى كده نشغل ونشوف. هعمل كده هوم ادي اتش، في مؤثر صوتي بيقرب لك الحاجه، بيعمل لها اتجاهات على سبيل مؤثر صوتي. لكن هنا انا استفاد بيه بايه؟ استفاد ان انا عايز اعزف، عايز اعزف اغنيه، عايز اجيب دو 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 ري ري، عايز اجرب معاه كل النغمات انا راجل ماسك جيتار وعايز اعرف اغنيه ام كلثوم، عايز اعرف اول نغمه دي ايه. فهفضل يعني هفضل كل شويه اروح بالونام بسهم يمين سهم شمال وانا ماسك الاله، سهم شمال وانا ماسك الاله عشان ابدا اجرب؟ لا طبعا، في تفكير عقيم يعني. فانا هخليه اتعاد اهو. تعالى كده نشوف. خلاص كده عرفت جبت اول نغمه. طيب اتحرك ازاي وانا معلق النغمه بتامي يمين وتامي شمال كاني بجري؟ اهو 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 هوم اخلط انا ايه اخلط انا بدأت تامي يمين مي 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 برضو مي 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 وهكذا. عرفت كده بتعلق النغمه ازاي؟ مقطوعه اغنيه، مش شرط يعني ممكن يبقى اغنيه، انا جايب لك مقطع معزوف عشان بس الشرح يبقى واضح، لكن احنا مش هنجرب على اغنيه، مش هنجرب، انت جربها على اغنيه بقى جاهزه هشتغل معاك طالما اقل من 3 دقائق لحد ما نلاقي كراك بقى، والمتابعه ان شاء الله تنجح ونلاقي كراك المتابعه بتاعتك. خلاص كده؟ طيب حد يقول لي طيب لو انا عايز اكرر، بس عايز اكرر بقى حاجه اكتر من نغمه، وليكن مزوره، وليكن بقول لك ليه وليكن؟ لان ده على سبيل المثال، وليكن مزوره اعلم ازاي؟ بص يا باشا، هوم بيوديك لاول المؤشر واند بيوديك لاخر المؤشر. رقم 5 في الكيباد بيبدا السليكشن، ورقم 2 بينتهي السليكشن. 5 بيبدا و2 بينتهي. يلا بينا كده نبدا نشوف. هنا هدوس على رقم 5 طبعا يشتغل، ورقم 2 هنا اهو هيبدا يعلق المقطع مكان ما انتهيت. مي 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 دور مي 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 دور مي 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 مي. طبعا عشان عامل البيتش بقى فيه لخبطه شويه في حاجات معينه، بس هي نشرح على هذا الوضع وبعدين انت تبقى جربها بقى باسلوب تاني. طيب دلوقتي انا عرفت ازاي اكرر اللوب، عرفت اعلم على مقطع
وليكن مازوره، مازورتين، نص مازوره، نغمتين، دايما عايز ابدا السليكشن برقم 5 ورقم 2 دايما عايز. طيب دلوقتي ايه الاختصارات اللي ممكن تكون موجوده هنا تاني تفيدني في الموضوع اللوبس ده؟ اولا ان انا ابطأ واسرع اللوب، اخليه يتعاد على طول. اخلي بقى حاجه حلوه قوي، دلوقتي انا خلصت المقطع ده، عايز انقل للمازوره اللي بعدها، انا معلم 4 ثواني او معلم على مازوره او معلم على 6 ثواني، اي حاجه خلطتها عايز انقل ل6 ثواني اللي بعد كده، ادي عليهم ازاي؟ هل اروح اعمل سيليكشن اول جديد؟ قال لك لا، اعمل نوتش. النوتش ده بيجي ازاي؟ بزد واكس. زد بيوديك للنوتش اللي قبله واكس بيوديك للي بعده. تعالى كده ندوس اكس، اهو بيوديك اللي بعده اكس تاني، اللي بعده الحته اللي بعدها اهي بتتكرر بتتكرر. طب اكس تاني اهي. طب زد هرجع، طب هرجع تاني زد، حلو. زد واكس بينقلك يعني بيحرك لك السليكشن بتاعك، بيخليه زي ما هو بس بيحركه لك. يعني انت عامل سليكشن 6 ثواني دوست على اكس، يعني انت معلم دقيقه من ثانيه 0 لثانيه 6 ماشي كده، ودوست على حرف اكس هيعلم لك من ثانيه 7 لثانيه 12، خدت بالك؟ يعني هيرحل لك السليكشن بتاعك. طيب عندك حرف ال N وال B خفيف بقى، ال N بيعمل لك دبل دبل اللي انت معلمه، يعني انت معلم من 1 ل 4 مثلا ودوست N هيخليهم لك من 1 ل 8، هيزود لك الضعف. تعالى كده نضغط على N ونشوف ايه اللي هيحصل. ضغط على N اهو، خد مضرتين فعلا، خد مضرتين. طيب B خفيفه يعني بتنقص لك او بتخليه يعني ينزل اهو، B خفيفه هينزل النص فعلا، نزل النص. يعني ان بيزودك الضعف وبي بينقصك بينقصك النص ماشي كده. عندك بقى سي وبي، ده بيكبر اللوبس ويصغره اهو. تعالى بص نشوف كده، اهو بيزود بس لازم تضغط عليها، لازم تفضل ضاغط كتير. يعني انا عمال ادوس بي 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 اهو عشان اكبر اللوبس اللي انا ايه واخده. بيكتر لك السليكشن، السي بيكتر لك من البدايه والبي بيكتر لك من النهايه، يعني بيزود لك السليكشن شويه من هنا ومن هنا بالسي والبي. طيب كده خلصنا الاختراض، يعني اكس بالترتيب كده دي زد واكس بيرحل لك السليكشن، سي وبي بيخلي السليكشن زي ما هو بس بيكبره لك او يصغره. بالسي بيصغر سوري يعني سي بي 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 سوري سي بيكبر ناحيه البتاع ده ناحيه البدايه، والبي بيكبر ناحيه النهايه، والبي بيقلل لك السليكشن انت عامله النص، والان بيعمل لك دبل. ادي كده السطر اللي تحت خلصنا الحمد لله. طيب ايه كمان برضه في الاختصارات عشان نسيب الموضوع واحنا يعني واثقين منه؟ عندك احنا قلنا انا هرجع كده على الاختصارات بسرعه، ولو قررت اختصارات ما تزعلش مني عشان انا مش عايز اي اختصارات تقع مننا. احنا قلنا زد خلاص اكس سي بي بي ان، قلنا بيعملوا ايه. عندك الاي شيفت واي بيقلك على المحتوى بتاع السرعات، عندك الاس بيعمل لك مونو او ستيريو، وعندك الدي مع شيفت بيعمل لك المعالجه بيخليها تشغيل او ايقاف، والاتش بيعمل لك هولدنج بيفضل يعيد في النغمه ويزيد. حرف الكي احنا قلنا الال بيعمل لوبس، كمان لوبس بيشغل لك بيخلي لوبس مره او يتكرر، خليها اون واوف. الكي بقى بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها كاريوكي. ايه كاريوكي ده؟ تعالى كده نسمع اهو، سامع بيقلل لك بيوطي لك صوت المطرب او المنطقه الميدي اللي هي في الصوت، الميدي دي اللي هي بين البيز والتريبل، بيوضحها لك يعني بيعمل لك كاريوكي عشان لو عايز تغني معاه او عايز تسمع الموسيقى بشكل اوضح عشان تعزف معاها. حرف التي مره بيشغلها ومره ايه بيوقفها. عندك شيفت، شيفت وام وال وار مش عارف بالظبط بيعملوا ايه، بس غالبا دي سماعات. شيفت وال سماع اليمين الليفت، شيفت وار سماع اليمين، شيفت وام سنتر اعتقد. يعني انا عندي صب سماعه واحده فانا مش عارف ان انا اجرب. عندك حرف ايه؟ عندك يا سيدي حرف الار، حرف الار ده بيوديك لاول اللوبس او اسمع كده. انا رحت فين؟ رحت فين؟ ولا ايه؟ اهو ادوس على شغال وهدوس على حرف ار، ادي ار خدت بالك؟ ار بيوديك لاولها، بيوديك ايه؟ لاولها، اول اللوب مش اول المقطع، خلي بالك بيوديك لاول اللوب. عندك الكيو بيعمل لك الاوكرايزر اون واوف اهو، طبعا ما بيقولش اون واوف، هوريك تغيره منين. عندك
اوكي. عندك بعد كده بقى حاجتين هنتكلم عنهم وكده يبقى خلصنا الاختصارات تماما. عندك الكيبات، عندك الصفر بيعمل ايه؟ بيعمل يعني كونتينيو وبوز اهو اهو تمام. والنقطة بيعمل لك برضه بيشتغل او بيوقف، بيشتغل ويوقف. طيب ده في الكيبات. ايه كمان بعد اقول لك عليه دلوقتي؟ انا عايز اعمل بقى كده بريست، كده بريست واتنقل بينهم. هل كل مره لازم اعيد البريست دي؟ لا. او كل ما افتح الاغنيه لازم اعيد البريست؟ لا. طب تعالى كده، انا كده عامل ايه؟ ركز معايا، انا كده لاعب في البيتش ولاعب في السرعه. هدوس على كنترول ورقم واحد عشان اعمل بريست رقم واحد. قال لك اختار الرقم، اخترت هنا واحد كده انا اخترت رقم ايه واحد. هروح اختار رقم اتنين، هنا هسرع ال اهو بسرع. هعمل هنا كنترول رقم 2 وادي رقم 2 هنا كده اخترت رقم 2. هعمل رقم 3 بقى، هلعب في البيتش، مش هتخنه، مش هرفعه وهبطئه. ده هعمل كنترول رقم 3 ادي رقم 3 بس كده. هتنقل بينهم يعني بعمل بريست بالكنترول، يعني بعمل بظبط اللي انا عايزه وبعمله بكنترول واحد، هيجيب لي دايلوج بختار منه رقم 1 2 3، او كنترول 2 ويجيب لي دايلوج اختار. طب اتنقل بينهم ازاي؟ ده عشان اعمل لهم، عشان اضبطهم. هتنقل بينهم بالارقام بس اللي فوق كيو والدبليو. ادي رقم 1، اسمع 2 3 بالظبط، 1 تاني 2 3 1 2 3 بس كده. اظن الفكره واضحه، يعني انا بعمل التسييفه بتاعتي او البريسيتس بتاعتي، بعمل لها كنترول واحد واختار رقمها، وبعدين كنترول اتنين وكنترول تلاته معاك لحد كنترول صفر، 10 بريسيتس لكل اغنيه او كل مقطع ماشي، وتتحكم منهم بارقام بس لو هي موجوده. طيب الايكولايزنج، عندك الايكولايزنج كنترول وشيفت وارقام تمام، بتعمل بريسيتس للايكولايزنج ماشي كده، بالكنترول وشيفت والارقام، وبتتنقل عليهم بشيفت والارقام بس ماشي، يعني هي بس ده عليهم الشيفت يعني عشان تعمل بريسيت للاوكرايزر. ولكن الاوكرايزر مش اكسسبل هنا، ولكن هوريك تغيره منين ماشي. طيب ايه كمان؟ عندك واحد بالكيبات، واحد وثلاثه واربعه وسته، دول بيزودوا وينقصوا بدايات السليكشن بتاعك، بدايه اللوبس ماشي، بيقللوا يعني انا مش عايز الخبطك، انا نفسي بتلخبط فيه، بس هو يعني واحد وثلاثه تقريبا واربعه وسته يعني هنشوفه دلوقتي، بس هما بيقللوا ويزودوا ايه اطراف اللوبس كده. احنا خلصنا الاختصارات بشكل كبير، والدبليو ما تدوس عليها عشان دي هتوديك لسيدروم، لان زي ما قلنا بتاع البرنامج بياخد من الصدر من بياخد الهيئه بتاعتك ويجيب لك معلومات عنها او يشغلها لك او يعمل لك لوب او الى اخره، فما تحاولش تدوس عليها الا لو انت عايز تستخدمها يعني، حرف الدبليو ماشي. طيب ايه كمان اختصارات؟ طيب هنشوف لو في اختصارات ناسينها هنجيلها في سكه. دلوقتي بقى هنروح للقايمه، وبعد القايمة هنروح لزي نعدل على ملف الإيكولايزنج أو أي نسب هنا. هشوف بس الكام دقيقة استغرقناها في الشرح. Selected. Stop. Monitor off. Selected. Stop. But monitor 32.51.66. والله مش عارف هل هينفع ناخد بتاع الايفون ولا لا، بس هنشوف. عندك عندك كنترول وسهم اعلى واسفل، نسيت اقول لك بيغير لك بين التراكات. ادي كنترول سهم فوق. قال لك هيشغل لك 3 دقايق بس، الرساله الغبيه دي هندوس عليها او غير لي فعلا. طيب كنترول سهم تحت. غيرني فعلا، يعني كنترول واسهم بيغيرك بين يعني بيغير لك الاغاني اللي قدامك اللي انت فاتحها. طيب ادي الت. عندي قائمة فايل وعندي قائمة edit وعندي option، ثلاث قوائم بس. هروح لفايل open control o، كلام جميل جربناها وشفناها. open playlist، اقدر اعمل playlist من هنا؟ تقدر تعمل playlist جاهزة من الوين امب او من الايتونز. انت عامل playlist جاهزة بالوين امب او بالايتونز، بدل ما تقعد تعملها open في البرنامج، لا هتلاقيها هاتها كplaylist وهيجيبها لك على طول. import playlist نفس اللي فاتت، دي مش عارف دي نوع امتداد بلاي ليست ولا من الايتونز، والايتونز باي ذا واي بيبقى اكس ام ال. سيف سونج دي اللي احنا جبناها بقى كنترول اس. هنا عندك ويف ولا انكود او انكود، دي عايزه انكودر عشان تسيب ام بي 3. شفت اس ده اللي هو بيجيب لك الانكود، كنترول اس بيجيب لك الويف. سيف اول هيسيب لك كل الاغاني اللي عندك مش الاغنيه دي بس، برضه ويف. برضو ويف.
و انكود. Save all top, save playlist as menu as. هو برضو سيف هنا بلاي ليست، عايز سيفهم كبلاي ليست مش كأغاني، لا ويف ولا ام 3، بسيفهم كبلاي ليست. Every U file dot dot m. Every lady Nicole file dot 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 m. Every U file dot 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 m. تمام. Save recent playlist sub menu r. وريسنت بلاي ليست دي الحاجات الجديدة. Find file control plus rf. فهمتها. وكنترول ار بيعمل لك فايند للأغنية لو أنت عندك أغاني كتير بقى وعايز تجيبها على طول زي ريسيرش تيرشن كده. Exit control plus q x. وإكزيت كنترول كيو هيعمل لك إكزيت، لو دوست على كنترول كيو هيقفل البرنامج أو إكزيت. المنيو اندو كنترول عندك بقى كوبي وبيست وكات والكلام اللي احنا عارفينه ده اللي هو نسخ ولصق والحوار ده واندو كنترول كوبي بيست كنترول اندو كنترول بلس دي كنترول بلس اكس افيلبل اوبشنز منيو فوليوم كنترول دوت دوت كنترول بلس بي في الفوليوم ده تعالى نضغط عليه كده انتر ليفنج منيو اميزنج سلو تمبر داش دوكيومنت سلاش كوز دوت ام تي 3 دايلوج فتح لي الميكسر فوليوم سبيكر سلاش اتش بي داون سلايدر 100 ميكسر فوليوم عادي اللي هو بتاعي فادوس اضغط اسكيب اضغط كنترول بي تقيله فوليوم ميكسر داش سبيكر سلاش اتش بي وات بيرد دايلوج فتح لك برده الفوليوم ميكسر يعني ده اختصاره Menu L E option option preferences volume get read control dot 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 available L. Get info دي حاجة رائعة جدا. لو أنت شريت ده عمرو دياب وأنت راجل كفيف هتقدر في الستدروم وشغلتها قل له get info هيخش على النت ويشوف السيرة بتاعتك دي بتاعت مين ويجيب لك بيانات كافية وافية عن السيرة دي. تمام؟ ده الناس اللي بتحب تشتري سيرات اوريجن. لكن طبعا احنا بحمد الله كله من ماي ايجي ومزيكا توداي وكله في الهجلايز يعني مش محتاجين نشتري سيرات. Preferences dot 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 control plus P. دي البريفرنسز ودي اخر حاجه هنتكلم عنها في القوائم ندخل فيها. Leaving menus, preferences, dialog, auto page, auto page, auto card, driver code. كم صفحه؟ هم سته. تعالى كده نشوفهم ايه هم. مبدئيا بتيجي بكنترول وبي خفيفه. Preferences dialog, control page, second left second control tab. Control. Keyboard tab. اثنين. MIDI control tab. ثلاثه. USB control miscellaneous tab. خمسه. خمسة بس في واحدة ستة ادي واحد ستة ستة بالاوديو ستة. طيب بص بقى كنترول وجي وداك لصفحة اوديو على طول وانت في البرنامج. طيب كنترول وجي وداك لصفحة ميزلينيس. طيب كنترول وكي وداك لصفحة الكيبورد جوه سيتنج على طول. كنترول ويو وداك لصفحة اليو اس بي. ايه تاني ناقص؟ كنترول ام بس وداك لصفحة الميدي. ماشي احنا نضغط كنترول بي عشان نمشي كده في الدايلوج ده. Preferences dialog control tab. Audio tab. ودي اوديو اول صفحه نمشي فيها. Audio card driver code combo box MME Microsoft Sound Mapper 104. هنا الساوند كارد بتاعك التعريفات مش لازم يبقى عندك كده كارت صوت، ممكن يبقى تعريفات كارت صوت اللي عندك يبقى اكتر من واحد. Sample rate code combo box no change 104. Sample rate عايز هنا يغيره لك ولا يخليه ثابت زي ما هو؟ نخليه 22 44 او 11. 24000 22000 احنا نخليه نوت شينج ما يلعبش فيه. No change. Play buffer size code combo box 20. بابا سايد دي عشان لو انت عندك مشكله بكارت الصوت ما انصحش ان انت تشتغل بيها، لكن لو كده ممكن تبقى تزودها لو في ديلي عندك. ده الكواليتي بتاعت 2 او 3 او 1 بتختارها. وده المؤثر بتاع البيتش حسب بقى كارت الصوت بتاعك ما يستحمل. اللي بعده كنترول بيقول لك ان انت عايزني اعمل لك المحترقه ايه؟ حاجه من الاثنين بوز كونتينيو ولا بلاي ستوب. ايه الفرق بينهم؟ بلاي ستوب كل ما تيجي تضغط على المسطره هيرجعك من الاول، ده ستوب لان هو ستوب وبلاي تدوس على المسطره يعمل لك بلاي. ولا عايز المسطره تعمل لك بوز وكونتينيو، بوز وكونتينيو تقف مكان ما وقفت تدوس مسطره يكمل لك. تختارها هنا زي ما انت عايز. سبيس بار تايتلز بتوين باوز سلاش كونتينيو دبل لوك اوف باوز سلاش كونتينيو راديو بتن تشيك 102. انا عاملها باوز باوز سلاش كونتينيو راديو بتن سبيس بار تايتلز نكمل بلاي بيفور بلاي باك راديو بتن تشيك 102. بلاي بيفور بلاي باك بيقول لك التعيدني اخد لك ثانيه كده قبل ما اعرض. ليه؟ لو انا راجل ماسك آلة، ماشي راجل ماسك آلة في ايدي اهو ماسك جيتار وعايز اشغل مسطره واروح امسك الآلة في ايدي هفضل يعني هدوس من هنا هشتغل من هنا، فبيقول لك بيخلي لك الديلي دي بيخلي لك ثانيه ثانيتين فاضيين على ما تمسك الآلة بتاعتك، بيدي لك يعني ثانيتين فاضيين قبل ما يرد. Wait between loops جوه البرنامج احنا قلنا ايه اللي بيعمل loops. عايز تخليهم يتعادوا ورا بعض ورا بعض ورا بعض ولا عايز تخلي بينهم ثانيه ثانيتين ثلاثه؟ انت براحتك عايز تخليها يس او نو. هنا ثانيه لو عملتها يس هيبقى ثانيه، هيخلي لوبس ثانيه لوبس ثانيه او بدون حاجه او ثانيتين ثلاثه زي ما انت عايز. لما تعمل ستوب بيعمل لك رواين، يعني يعمل رواين عشان يرجع لك حته صغيره عشان يبقى لاحم اللي فات باللي جاي. ماشي كده. ده كله عشان تغير اللوبس نفسه. Help button. Control tab. تمام. Keyboard tab. Keyboard tab. تعال هنا نشوف فيها ايه. List view 1 list view. Play control plus spacebar. 101. عندك 101 اختصار اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي. 101 اختصار. عندك هنا واحد اسمه play. Play control plus spacebar. 101. Stop enter. Stop enter. انا هروح اغيره. مش عاجبني. همشي tab. Type a new key combination code. Reload. اخليه alt enter. ادي alt enter. Type a new key combination code. Reload. Reload. Enter. لا ما نفعش. طب ادي control enter. Type a new key combination code. Reload. Reload. Enter.
طيب نخليه Alt Shift Ctrl Shift Enter. شنابع. طيب نخليه ايه؟ نخليه Shift Space او نخليه Shift to B E او Shift Shift to E. اهو غيره. واضح ان مع الانتر كان معطلك. هل كده اتغير؟ لا، لازم اعمل حاجه اسمها ست. بمشي تاب واعمل ست. طب اضغط عليها ارجع كده. ستوب بقت شيفت اي، ما بقتش انتر. يعني لو ضغطت شيفت اي هيبقى ستوب. تعالى كده نجرب اهو. انا طلعت بره دايره. شيفت اي فعلا عامل ستوب. تاني شيفت اي عامل ستوب. طب الانتر ما بقاش بيعمل حاجه. اهو انتر. تمام، هعمل كنترول بي. Preferences dialog. Control play slash stop radio button check 202. Space bar toggle. Space up. Control tab. Keyboard tab. List view one play control. حلوة. هرجع ثاني غيرها. Stop shift plus E. Type a new key combination code. Enter. Set button. Type a new key combination code. Read only edit enter. Set button. List view one. نكمل. Reset all button. Is it all? هيرجع لك كله زي ما كان. يعني هيخلو لك set as default. Key type colon combo box. Regular key commands. ودي regular أو unregular. Okay button. أو irregular يعني. Help button. Keyboard. List view one. List view. Stop enter. 200. طيب نكمل. Pause slash continue numpad. هنا قلت لك البوز والنقطه بتعمل لك تكمال وايقاف مؤقت. Toggle playback space bar. والبي زي ما قلنا بتعمل بلاي. Rewind left. يسامي مين يعني بيرجعك. Forward right. ورايت يعني زي الاسهم كده بتاعت الرون ام بيقدم ويؤخر يعني. Rewind the loop start R. R بيوديك لاول اللوبس. Start slider to beginning home. Start slider to beginning home. Home بيوديك لاول السلايدر. End slider to end end. End بيوديك لاخره. Toggle pitch key. Toggle pitch key. بي زي ما قلنا بي تقيله بيعمل لك البيتش اون او اوف. Toggle speed slash stretch key. تي بيعمل لك التايم ستريتش اون او اوف. اللي بيعمل لك اللوبس في البلاي باك اون او اوف. تختار التايب بتاع السلو بتاع التبطيء بشيفت و اي اربعه هما. شيفت دي مره هيخلي لك الملف كما هو، ومره شيفت دي هيعمل لك بتاع التريت اللي انت عملته. الاتش بيعمل لك هولدنج زي ما قلنا، بيقعد يكرر كده في النغمه. كي بيعمل كاريوكي، احنا قلنا بيوطي طبقه الميدي عشان تسمع الموسيقى او اعلى. كيوب اي كي اللي هي كيو ايكولايزر، مش ايكو يعني. اي كيو دي الايكولايزر اون اوف بكيو. ستيريو اون سلاش اوف. اس بيعمل لك ستيريو اون سلاش اوف. ميكس سنتر شيفت بلس ان. شيفت ام ميكسر اعتقد دي اللي انا بقول لك عليها، هي بيخلي لك سماعتين. ميكس هارد ليفت شيفت بلس ال. هارد شيفت بلس ال. ميكس هارد ليفت شيفت بلس ال 21. ميكس هارد رايت شيفت بلس ار. ورايت اعتقد دي سماعات. تايتل سي دي سلاش فايل بلاير مود دبليو. WD قلت لك بيوديك للسي دي. Previous track control plus up. Previous track control plus up. Control سامع فوق بيجيب لك التراك الأعلى. Next track control plus down. وكنترول سامع تحت بيجيب لك التراك اللي تحت يعني اللي جاي والسابق يعني أو الأعلى والأسفل أيا كان. Volume up. سامع فوق بيعلي. Volume down down. Volume down down. سامع تحت بيوطي. Not loop forward by one frame B. احنا قلنا اللوب بيعمل فورورد بالسي والفي أو بيكبر يعني. Not loop backward by one frame C. C و V زي ما قلنا. Slide loop forward X. Slide loop forward X. و X و Z زي ما قلنا بيرحل لك ال selection. Slide loop backward Z. Half loop B. Half loop B. B بيعمل لك half loop زي ما قلنا، نص المنظورة أو نص الحاجة اللي أنت مختارها أو نص الإعادة اللي أنت عاملها. Double loop N. Double loop N قلنا بيزود لك الضعف. Raise pitch left parent semitone right parent numpad star. Raise pitch left parent semitone right parent numpad star. بيعمل لك semitone دي اللي هي علامة الضرب والقسمة في الكيباد، واحد بيزود واحد بينقص. مع الكنترول بيعملوا حاجة أنا مش فاهمها. أنا هقول لك برضه اللي أنا مش فاهمه وأنت بقى جرب. Raise pitch left parent set right parent shift plus numpad star. Raise pitch left parent set right parent shift plus numpad star. Shift plus نن Raise pitch left parent set right parent shift plus numpad star. مش عارف دي ايه، دي يبقى نجربها. شيفت وعلامة نجمة. Lower pitch left parent and tone right parent numpad slash. Lower pitch left parent and tone right parent numpad slash. يعني دي بيتخن. Lower pitch left parent and right parent shift plus numpad slash. Lower pitch left parent decrease speed numpad dash. الداش بيقلل السرعة. Increase speed numpad plus. Increase speed numpad plus. وبلس بيزود. Increase speed numpad plus 38 to 101. Set 90% speed numpad 7. رقم 7 بيخلي لك السرعة 90%. Set 75% speed numpad 8. 75% رقم 8. Set 66% speed numpad 9. رقم 9 بيخليلك 66% من السرعة، يعني بينقصها بيخليها لحد 66%. Set 50% speed control plus numpad 7. Set 50% speed control plus numpad 7 22 to 101. Control ورقم 7 بيخليه 50. Set 33% speed control plus numpad 8. Set 33% speed control plus numpad 8. Control ورقم 8 في الكيباد بيخلولك 33%. Set 25% speed control plus numpad 9. Set 25% speed control plus numpad 9. Control وتسعة بيخلولك 25%. Set 125% speed control plus alt plus numpad 7. بيخليه 125 alt control وسبعة. Set 150% speed control plus alt plus numpad 8. Alt control رقم 8 بيخلولك 150. Set 175% speed control plus alt plus numpad 9. Alt control 9 بيخلهولك 175. Set 200% speed control plus alt plus numpad 4. Alt control 4 بيخلهولك 200 الضعف يعني. وطبعا بينهم تقدر تتحكم بالبلس والماينس، يعني لو انت بزاد ونقص. لو انت عايز 190 بالضبط مش او 191
الصورة بتتحكم عليهم بالزائد والناقص. Set mark start position numpad 5 mark start position numpad 5. رقم 5 بيعمل لك start position زي ما قلنا بيعلم هنا يعني. Mark start position left parent keyboard right parent control plus numpad 5. دي ما عرفش تعمل ايه بصراحة كنترول رقم 5. Mark end position numpad 2. الاند برقم 2. Increase end position left parent seconds right parent numpad. Increase end position left parent seconds right parent numpad. تمام. Increase end position left parent frames right parent control plus numpad. Decrease end position left parent seconds right parent numpad 1. رقم واحد زي ما قلت لك بقى بيزود يا اما ثانيه مع الكنترول بيزود لك فريم عشان يعني انا بتلخبط في واحد بيزودك فريم واحد بينقصك فريم واحد بيزودك ثانيه وواحد بينقصك ثانيه في الاطراف وفي البدايات فعندك 8 عشان ما تتلخبطش اللي هم 1 و3 و4 و6 ادي 4 ماشي وحطهم مع الكنترول يبقى 4 ثاني يبقى كده 8 دول في حاجه بتزودك في النهايات وحاجه بتزودك في البدايات في النهايات يا اما بيزودك ثانيه يا اما بيزودك فريم عشان ما تلخبطلكش الدنيا انت جربه. Decrease end position left parent frames right parent control plus numpad 1. Decrease start position left parent seconds right parent numpad 6. Decrease start position left parent frames right parent control plus numpad 6. Decrease start position left parent seconds right parent numpad 4. Decrease start position left parent frames right parent control plus numpad 4. Clear all presets control plus L. نسيت اقول لك كنترول اللي بيعمل لك كلير للبريسيتس. احنا مش قلنا ان احنا عملنا 3 بريسيتس على سبيل المثال. طب انت عايز تمسح البريسيتس دي كلها تعمل كنترول L هيجيب لك يس او نو تعمل يس خلاص مسح لك كل البريسيتس مش هتلاقي بريسيتس عندك. Auto create preset O. Auto create ده بالO هيعمل لك auto create لل auto create preset 061 store preset 1 control plus 1 store preset 1 control plus 1 ده من كنترول واحد لكنترول صفر زي ما قلت لك بتعمل اعداد للبريسيت recall preset 1 و recall ان انت بتستدعيه بالارقام بس store preset 2 recall recall preset 77 store recall store preset 10 control recall preset 10 store preset 1 control plus shift plus 1 store preset 1 control plus shift plus 1 الاكولايزر كنترول الشيفت والارقام وشيفت والارقام بيستدعيه recall preset 1 shift plus 1 خلاص كده ده خلصنا كده الاختيارات نروح الصفحه اللي بعدها ميدي كنترول ميدي كنترول ميدي كنترول لو انت معاك ميدي كنترول تقدر تعمل نفس الاختيارات بيها اهو هم بدل بالكيبورد يبقى بالميدي كيبورد بتاعتك هنا تدخل الميدي كيبورد زرار الزرار بتاع الميدي كيبورد او الميدي كيبورد كي عشان تبدا تضبط الاعدادات بتاعتك وتقدر تحتفظ بالملفات بعد ما تغير تقدر تحتفظ بالملفات اللي فيها الاختصارات دي هوريها لك فين عشان تقدر تحتفظ بيها وترجعها بعدين يعني لو عملت ويندوز جديد ريسيت اول بتن سيف لود بتن ميدي سيتنج ميدي سيتنج كومبو باكس نو ديفايس سيلكتد 1 اوف 5 ميبل ميدي كنترول هنا عندي الديفايس بتاعي هنا في الميد الفيرتشوال ميدي كيبورد اللي هو ماب الاي اوكي بتن هيلب ميدي كنترول تاب يو اس بي كنترول تاب وهنا اليو اس بي ده بلاي ويذ 101 نفس القصه بالكيبورد دي يو اس بي بتن كولينج مي اون ذا يو اس بي سيتنج يو اس بي سيتنج كومبو باكس نو يو اس بي انبوت ديتكتد 1 اوف 1 Okay, but USB control tab. USB control. Miscellaneous tab. Miscellaneous. دي تعال نشوف هي. Windows size colon combo box large 3 of 5. حاجة باللارج بالحجم الويندوز. Loop playlist checkbox checked. Loop playlist checkbox checked. Clear checkmark. Auto start next track checkbox checked. ده بيعمل auto start اللي بعده. Auto start next track checkbox checked. Clear checkmark. Display ID free title slash artist info checkbox checked. ده يعرض لك المعلومات بتاعت ال. Display CD dash text info checkbox not checked. يعرض لك نص السدهية. Large font playlist checkbox not checked. Large font playlist checkbox not checked. Check press. يكبر الفونت في البلايلست. Volume control effect saving checkbox not checked. يحفظ البوليوم volume control effect saving checkbox not checked check press لا نو checked هنا مش متعلم عليها always on top checkbox not checked يخليها على طول فوق show lookups colon combo box when stopped 2 or 3 مش عارف ده ايه show lookups colon combo box when stopped 2 or 3 that's never لا when stopped always معلش ايه ده بصراحة when stopped logarithmic speed slider checkbox checked معلش ايه كمان display slow down the speed checkbox checked ده بيعمل لك slow down وال display slow down the speed checkbox checked so clear checkmark معلم عليه auto load preset 1 checkbox not checked auto load preset 1 checkbox not checked so check press spacebar auto load preset 1 checkbox not checked recall loop points only checkbox not checked Reset on track change checkbox not checked. Automatically check for updates checkbox not checked. Multimedia keys dashboard automatically check. ده يدور على يعني update لوحده automatically. It is 1300 hours. Multimedia keys dashboard only checkbox not checked. ده المالتيميديا. Okay button. Okay. راح الكام حاجة الأخرين دول ما عرفهمش. أنا ما عنديش وقت صراحة أجرب كتير عشان أنا مشغول بالميديولات شوية اليومين دول. طيب كده إحنا خلصنا البرنامج ككل. دلوقتي بقى نتكلم إزاي نغير إزاي نحتفظ بالملف بتاع الكيبورد وإزاي نحتفظ أو إزاي نغير في الإيكولايزنج. كده تعالى بقى نروح للمسار التالي. تعالى نروح كده تعالى نروح للمسار التالي بالسي لوكال ديسك ليفت كيد وورك بروجكتس هروح لبروجرام سوري هروح لليوزر يوزرز شيل فور المستخدم اسم المستخدم بتاعي ميد اوف ايتمز ابديت دوت اندرويد كونتاكتس ابديت ابديت شيل فور رومينج رومينج شيل باسل سيلكتد رومي ميوزك رومي ميوزك هو ده اسم المطور رومي سويت ميدي بلاير اميزنج سلو عامل برنامج تاني اسمه سويت ميدي بلاير هنتكلم عنه بعدين اتكلمنا عنه لما جينا نتكلم عن تحويل ميدي الام بي 3 للايفون في منه للكمبيوتر كمان هبقى احكي لكم عنه بعدين اميزنج انا عندي اميزنج اميزنج يو اميزنج تيك مودفاي تايب كونفيجريشن سيتنجز تعال نفتحه كده بالنوت باد اميزنج داش ميدي اكتيفيتي ايكوال زيرو هنا هتلاقي النتائج اللي انت عملتها في سيتنج هتلاقيها محتفظه تقدر تاخد الملف ده تحتفظ بيه عندك لو انت مش عايز تغير الاعدادات كل مره
Left bracket mid settings, right bracket. MMP dash FT only equals 0. Volume control effect saving equals 0. Auto check updates equals 0. Auto load priest auto check updates equals 0. يعني auto check دي 0. 0 يعني ايه؟ يعني مش متعلم عليها. لو 1 هيبقى check. ماشي، يعني اي حاجه 0 او 1 0 القيمه بتاع 0 دي يعني not checked. 1 متعلم عليه. Auto load priest equals 0. Recall loop points only equals 0. Reset track change equals 0. Linear speed slider equals 0. Display CD dash text equals 0. Loop playlist equals 1. اهو دي ايكول دوال يعني شغاله. Use quick time equals 0. Large content playlist equals 0. Auto start next track equals 1. Display ID freeze hack equals left bracket button settings right bracket. Display slow down equals 1. Delay before playback equals 1. Before playback delay before playback equals 1. Equal 1 دي اللي هي متعلم عليها، خليها 0 مثلا. Before playback delay set equals 1. Focus on play equals 1. Rewind time stop equals 0. Show focus equals 1. Loop delay set equals 1. Wait between loop and seconds equals 0. Wait between loops equals 0. Number of loops before this. اي حاجه هنا 0 مش متعلم عليها، 1 متعلم عليها. تقدر يعني تعدل من هنا كمان النسب اللي انت عايزها او من جوه سيتنج، وتقدر تاخد الملف ده عندك في اي مسار انت عايزه، او تاخد المجلد كله عشان ترجعه بعد كده تلاقي سيتنج جاهزه زي ما كان، زي فكره سكريبتات الجوز كده نفس القصه بالظبط. تاخد الاعدادات دي وترجعها تاني تلاقيها ظبطت. مش بس كده، انت تقدر تغير مسار الاوبن، يعني اوبن عايز يوديك فين؟ انا بيوديني سي، اقدر اخليه سي بس او اقدر اخليه بس، يعني اقدر اغير المسار بتاع الاوبن، كل ما اجي اعمل اوبن يوديني فين باي ديفولت. حاجه رائعه جدا. اهو ايكولايزر اك بريسيتس، تعالى كده بتاعه. No name. That preset text 2 equals no name. That preset text 3 equals unused preset. That preset text 4 equals unused preset. That preset 0 slider 1 equals 5. Our slider equals 5. That preset 0 slider 2 equals 15. The slider equals 15. ده الاستعدادات بتاعت الاوكرايزر، تقدر تغيرها من هنا. That preset 0 slider 3 equals 15. That preset 0 slider 4 equals 15. ده في الملف ده اللي هو اسمه. Amazing spec preset slip. ايك بريست. That preset. Hotkeys. Hotkeys اهي. That 5 5 5 5 5 5 بس دي معموله بتاع ده، معموله بالملف مش عارفه افتحه بصراحه بالنوت باد اهو، بس ده تقدر تاخده وتحت ترجعه تاني زي ما كان. بس ادي كده البرنامج بمنتهى البساطه، تقدر تغير الاوكرايزر من هنا، تحتفظ بالبتاع ده، تقدر تاخده كده كله هنا وبيلا. تقدر تاخد رومي ميوزك ده طالما انت عدلت على اختصارات الشورت كات، عدلت على السيتنج بتاعتك، مش عايز تعملها تاني بعد ما تنزل ويندوز، خد المجدد ده عندك كوبي بيست وبقى رجعه تاني بعد ما تعمل ويندوز. بس كده يبقى والنسب اللي فيها تعلم عليها زي ما اتفقنا، تفتحها بالنوت باد تعلم عليها وتقفلها بالنوت باد، هياخد القيم البرمجيه دي ويظبطها لك على السيتنج بتاعتك. اظن كده الموضوع بقى كامل متكامل الاميزنج سلو داونر. انا زي ما قلت لك في كام او كام حاجه ما كنتش عارفهم، بس قليلين يعني، احنا اتكلمنا عنه 98% ولا حاجه يعني، ما كانش 99% او 9/10 يعني. الحمد لله الموضوع تمام جدا. هشوف بس كده في وقت لسه على الايفون ولا لا. 4 60 50 60 52 25 10. لا هنخلي الايفون بقى مره ثانيه، هنخلي الايفون مره ثانيه. استودعكم الله، وان شاء الله نتقابل في الاميدنج سلو داونر للايفون اللي معاهم ايفون. وبالنسبه للمحاضرات الجايه بقى للناس كلها، معانا 3 سيبيريس واحده نوته موسيقيه، عشان نبقى انهينا الكورس ده على اجمل وجه ويبدا ان شاء الله بتاع السونار. اسف جدا الاطاله وتحياتي لحضراتكم. شكرا لحسن الاستماع والى اللقاء.